صباح الخير. لبنان بعز المعركة الانتخابية وما حدا فاضي للفساد أو للفضايح ولا حتى لعجقة السير والكهرباء والمي، ومش مهم، كله بينطر. فالبلدات والقرى والمدن مشغولين بتركيب اللوايح، والشباب عم تتحضر لمعركة النورماندي البلدية، والضيعة ما بتركع، وبرامج المرشحين كلام فاضي، الكفاءة بتقعد على الرف. الأهم أنه مصير العائلات والأشباب والأحفاد من الكبير للمقمط بالسرير بخطر، والشراع هو ذاته من رئاسة الجمهورية للبلدية أنا الرئيس أو ما حدا. الانتخابات البلدية أشعلت حماسة بالبلد من بعد ما الناس يئست من الرئاسة المعطلة والنواب يلي مددوا وتمددوا، ومع اقتراب ساعة الصفر زاد الحماس وارتفع منسوب التشنج وكثرة صور المرشحين. أما اقتصاديا فالناس عم تترقب قدوم فصل الصيف بالحذر نفسه، فتجربة اللبنانيين بالسنوات الماضية مع السياحة ما بشرت بالخير، إلا أنه أصحاب المؤسسات السياحية بلبنان متمسكين بالمثل القائل تفاءلوا بالخير تجدوه. تقرير للزميل خالد أبو شقرة، من تابعه سوا. بعيدا عن أجواء الانتخابات الملتهبة اللي عم تشهدها مختلف المناطق اللبنانية، شكلت فرصة عيد الفصح عند الطوائف الشرقية مناسبة لتحريك عجلة السياحة. فالطقس الصيفي اللي عم يشهده لبنان واللي عم يترافق مع استقرار أمني دفع بمئات المواطنين للخروج من منازلهم والتوجه جبلا أو ساحلا، فشهدت مغارة جعيتا، الأرز، تلفريك جوني والمسابح البحرية حركة ناشطة، ساعدتها الرحلات المدرسية ووجود عدد كبير من السواح العرب والأجانب. بما أنه يوم عطلة بنستثمر هاليوم لحتى يتعرفوا هالشباب وهالصبايا على المعالم الأثرية بلبنان وقديش حلو لبنان بأهله بطبيعته. نحن جايين من السنغال ان توريزم وجايين نشوف لا غروت دو جعيتا. رايحين هلا ابري حريسة عشان نشوف مريم الأدرى. جيم لو ليبان. جو سوي نيو سنغال اي جي توجور فريكونتي دي ليبانيه اي جي تروفي اون ايبوز ليبانيز. اي ثينك ليبانون از ا بيوتيفول كونتري. We've been to see the cedars of Lebanon, to the park there, and it's been an amazing experience. اجينا دعم لبنان. كل دول الشر منعوا السياحة، احنا جينا من دبي لهنا مباشرة. نحن جايين من طرابلس عكار، نحن حابين نخلي التلاميذ يكتشفوا شو عنا السياحة بلبنان. لأن الربيع أحلى موسم بلبنان، مشان هيك وقلبنا بلبنان. اشتقنا لبنان يا بوع أخبار الضيعة وقلق، وعبسمة لبنان يا بوع ترحيبة أهلا وسهلا. اشتقنا لبنان يا بوع أخبار شرب من النبع الصافي وغفوي تحت الصف صافي وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لك. الانطلاقة الجيدة للموسم السياحي بشرت بصيف واعد قد يشهده لبنان، ورفعت منسوب التفاؤل عند أصحاب المؤسسات السياحية بأنه يكون موسم السياحة هالسنة أفضل من السنين الماضية. فرغم كل الظروف ما زال لبنان البلد الاستثنائي اللي عم يشهد هدوء نسبي مقارنة مع دول الجوار وبمقدمتها الدول السياحية كمصر وتركيا. انطلاقة من فترة الأعياد اللي مرقنا فيها اليومين كان الحمد لله الأوكيوبنسي، الإشغال بالفنادق كتير مقبول مقارنة بالسنوات الماضية. يمكن السنة كان أحسن بكتير خصوصا عيد الروم. متأمل السنة إذا استمر التأس مثل ما هو والتصعيد السياسي بقلب البلد منخفض إلى حد ما، خصوصا بهالكم الكبير من الأزمات اللي مرقنا فيهم، أكيد لازم يكون في موسم مزبوط. لبنان البلد الوحيد اليوم بالمنطقة اللي هو ممكن يكون مقصد سياحي. شغلوبنا سوا مهما يصير يا حبايب نبقى قلوبنا سوا يا حبايب شغلوبنا سوا يا حبايب نبقى قلوبنا سوا.
آثار اللبنانيين العاملين بالمجال السياحي ما زالت شاخصة نحو دول الخليج، فبحسب العم أسعد اللي بيعمل بالسياحة من 30 سنة فإنه صيف لبنان ما بيكتمل إلا بوجود الخليجيين، فهني بشكلوا رافعة حقيقية وقيمة نوعية للسياحة بلبنان. إجمالاً أجارب ما فيه، يعني حسب معلوماتي من 30 سنة 40 سنة، والشغل مبدئياً كتير ضعيف. نحن كان اتكلنا على السواح الخليجي، ما حدا اجى، صاروا 3 سنين مش موجودين. حتى موسم الثلج السنه كان ضعيف كتير. لعل الامل بغد افضل هو الاكسجين اللي بيعيشوا عليه اللبنانيين، والعنصر الاقوى لصمودهم بوجه كل الازمات والمشاكل اللي عم تعصف بالبلد. يعني بالنهايه بدك تضلك متفائل بالخير، بدك تآمن بربك، وبدك اذا ما تفائلت بالخير يعني ما حتعيش. ونحن اللبنانية تعودنا على بدك تضلك تعيش يعني، وتعودنا على أجواء لبنان، وما بقى في شي بأثر فينا. يا لا يا لا فرحنا فرحنا رف الطير بجوانحنا، كان غياب كن جرحنا حل رجوع كن دوا. يا لا من البدايات حتى النهاية، بالكتابة، بالمسرح، بالصحافة وبالحياة، كان الفنان والمسرح الكبير ريمون جبارة عم بيغرد خارج سربه، فكانت أعماله بتتمحور دايما بدائرة خاصة بعيدا عن المفاهيم المألوفة والتقليد. صعد على الخشبة ونزل منها وحيد، ساخرا من الحياة، متمردا على الظلم. بالذكرى السنوية لرحيله كرمت جامعة سيدة الويزي ذوق مصبح ريمون جبارة بإزالة الستار عن نصب التذكاري وتقرير بالضوء. مش عم نكرم ريمون، نحن جامعتنا بتتكرم وقت اللي بنحط تمثال لريمون جبارة فيها. ونحن إذا بعد في عنا شيء بهالبنان نتمسك فيه هو الفن والإبداع والفكر. بعد بيمرق كتير مبدعين من لبنان، بس ويمكن هاي فريدتهم لأنه ولا واحد بيشبه التاني. يمكن بدنا 100 سنة و200 سنة و300 سنة تيجي شخص بيشبه الأستاذ ريمون جبارة. مرت على رحيل ريمون جبارة وكأن الحياة ما عادت تتسع لأحلامه وشغفه، فرحل صانع الأحلام ببسمته الساخرة وانقطفت زهرة الخريف من حديقة المسرح اللبناني، غادر صوت الحرية والثورة والثائر بوجه الظلم والديكتاتورية. فبالذكرى السنوية الأولى لرحيل المخرج والكاتب المسرحي ريمون جبارة أحيت جامعة سيدة الويزي ذوق مصبح احتفال تكريمي بقاعة عصام فارس. اليوم ريمون صار له سنة ميت، كرسي بوزارة الثقافة أو بوزارة التربية ما في باسم ريمون جبارة. متجاهلين أنه في ناس مثل ريمون جبارة، مثل يعقوب الشدراوي، مثل بيرج فازليان، مثل كل هالناس يلي راحوا. ريمون كان عطول ينتقد أنه الفنان لازم يتكرم هو عايش مش من بعد ما يفل بقى، والأنديو كانوا كتير وقفتهم حلوة مع ريمون هو. وهون عم بزعل على اللي عم بيروحوا، مش عم بيكون في بالون يعني حدا نتفي يعطي شوي. المسألة لا، خلوني اتسلى معكم، ابتني الوقت يصير فيلم التسعين لعربعين، روح نام وما دايقكم، عطوني ادوار عقدي وما تنسوا من زمان ينشأ وكنت رح صير كولونيل.
لازم الواحد يتعب، ما حدا ما في شيء بيجي بسهولة. ريمو شق كتير تعب وتعذب. ريمو أنا وعيت على ريمو جبارة بمسرح وقت ما كنت تلميذ بالجامعة، كنا نحضر كل مسرحياته، كان رائع جدا وأستاذ الكل، خلاق ومبدع وعرف عبر عن تعابير الشخصية الإنسانية إن بالتمثيل وإن بالكتابة بعدين وإن بالمسرح. الشعب جاهز للتحرك، الممثلون جاهزون، والشعب جاهز للتحرك، والأحصي كمان. فارة الحلم يفتح الحيطة. الله يبارك فيك. خلى الذكرى الأولى لرحيل الكبير ريمو جبارة إزاحة الستار عن نصب تذكاري قد وضع بحديقة مفكري ومبدعي لبنان بحرم الجامعة بحضور تلامذة الراحل وأصدقائه، فأزيح الستار عن وجه ريمو جبارة الذي عاد ليشرق بإبداعه ويكمل أدوار الحرية والحياة والأحلام. مع أنه جاست كتير حلو، بس نحن مش ناطرين تمثال لنكون صورة ريمو جبارة بقلبنا وبعقلنا وبوجداننا وحتى بتاريخنا الفني، ورح يتدرس لأولادنا ولأولاد أولادنا. يعني ولازم هالطلاب بيجوا يتعرفوا على الكبار، يتعرفوا على المبدعين، يتعرفوا مش بس اللي ماتوا، اللي عايشين كمان. تعرفوا على مسرحه بالأول، لا يعرفوا مين ريمو جبارة، حتى يجوا يقعدوا عم قاعد ويقولوا له ممنونينك على المسرح. أنا بقدر إذا في وزارة الثقافة بيعملوا عمل ومسرح دايم على مدار السنة، ما يوصل لكل الناس ولكل الفئات بألمه وبإخراجه وبتمثيله. أكيد بنوجه تحية كبيرة للNGO اللي دايما عم بتقوم بخطوات سباقة. رح منكفي بحلقتنا لليوم، وضمن فقرة السؤال اليومي كاميرتنا نزلت على الشارع وسألت الناس إذا الشريك بيشخر خلال النوم. خلينا نشوف أجوبة الناس المتنوعة بهالتقرير من بعد بريك، ومنرجع مع مريم. شو بدك قلي بتشنخر انت ونايم؟ الحوض بالله. لايك ايه بتنزعج لانه انا في عمي بشنخر؟ خليك تنامي كل الليل؟ لا ما بشنخر، لا بشنخر ولا في. في على العالي وفي على الواطي، ساعات بيهلا وساعات بيوطي. انا ما بشنخر. ايه بشنخر؟ بتعطيني مالقات؟ ما يمكن على التعب معقوله. جوزي شو بوعيه؟ بغير شوي برجع بشنخر، برجع بوعيه. اوه جوزي هيك بدك ايام بس ما يشخر بفزع بقول بوشي. شو بدك احلى من هيك؟ لانه عنده لحميه بمنخاره. انا جوزه هي بتشخر، كل شيء منا مقبول. محسوبتك، هن صغار كانت تجي بنت صغيره تحط لي مالقط. قال لا في مرات بتسحب يعني. انا عقبالك بشنخروا سياسيه؟ لا الشعب معطر لانه صاروا كذا سنه بشنخروا على العالم والعالم مهبله. بيسمع صوت الجبل للجيران. هو نايم هلا بالمحل نايم وعم بشنخر، بيجوا بيصوروه، بيجوا بيصوروه. لا نحن الحمد لله بنام ما بشنخر. هيك شوي صغيره بس. انا مجوز ومطلق. لا لانه ما بتشنخر طلقتك.